السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وما يخصكم خير ان شاء الله يا ربي. والله رفع علينا هذا الوباء هذا، والله ينصر اخواننا المستضعفين في فلسطين يا ربي. معنا معهم بقلوبنا وبدعواتنا، ان شاء الله يا ربي الله ينصرهم وينصر كل مظلوم وينصر كل واحد طغوا عليه اللي ما كيخافوا ربي. وهذا مكان اني اليوم جيت نشارك معكم واحد سميتو. اليوم كان عندي الموعد باش غادي نمشي نعمل الفاكسينه ديال كورونا. المفروض غادي نعمل الفاكسينه في هذه المدينه اللي انا كنسكن فيها، بما ان كل شيء عامر والمواعيد غادي يكون بعيد بزاف، عملوا لي في مدينه واحده اخرى اللي ماشي بعيده بزاف، يعني واحد 20 كيلومتر على المدينه اللي انا كنسكن فيها. مشيت، المهم درت العنوان، درت جي بي اس في التليفون ودرت جي بي اس في الطوموبيل، غادية كنظر 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 من 11 لارو وصلت لديك المدينة، وراك عندي الموعد مع 11. المهم اش غنقول لكم، مع ان ديك المدينة انا اصلا قريت فيها وكنعرفها وهذا، وتقول واش بغا داك عطاوني نمرة 100، هذيك 100 اصلا ما كتعطيهاليش جي بي اس. المهم عندهم واحد سميتو فشي شكل ديك المدينة، لان المدينة شويه ثاني قديمة. المهم عيط على الراجل عيط على ولد بنت عمتو. بقينا ثلاثة بينا في التليفون، ولد بنت عمتو كيقول لي فوتي من هنا وسيري من هنا وديري هكا وفعل هكذا، والو ما صافي حماقيت. رجعت عيطت عليهم قلت لهم راني هنايا دابا، ديك الساعة كانت ديك 11 يعني الله فوق الموعد نيشان. صافي ما قديتش. الاخرى ثاني كتقول لا وجربي شي نمره اخرى، قلت لها نتوما عطيتوني 100 100 ما كتشداش جي بي اس، اش من نمره اللي غادي نقبض؟ هو اجي حاطينو يعني في سميتو فين كاين داك الجولف، الملعب ديال الجولف تما كاين، وخارج المدينه شي طرقان شي سميتو شي شنو دارت. قلت لهم قلت لي الموعد، اتصلت مره اخرى يعني المره الثالثه اتصلت قلت لهم ديروا لي موعد اخر في المدينه اللي انا كنسكن فيها. عطوني واحد الموعد الاول نهار 10 في 6، والموعد الثاني 15 في 7، يعني النهار قبل ما نمشي العطله. حنا عندنا الطياره نهار 16 ان شاء الله، يعني كما قالت لي اختي، قالت لي ربما، قالت لي هذاك الشيء اللي بغيت انا نسقسي البنات ولا الاخوان والاخوات في التعاليق، اكتبوا لي في التعاليق واش فعلا الا درتي داك الحقنه الاخيره اللي كيقولوا الحقنه الثانيه ولا الفاكسينه الثانيه الا درتوها ومشيتوا عملتوا التحليله كتعطيكم بالله فيكم داك سميتو داك الوباء ولا لا، ولا كيفاش. المهم لحقاش الا عطاتني درت التحليله ولا درت التيست وعطاتني بالله فيا لا فيا داك سميتو، راه ما غاديش يدوزوني عاوتاني في الطياره. دابا هي المشكله، الله يدير التاويل وصافي. هادشي اللي غادي ندير. المهم من تما صافي الدار لقيت والو، كانت الساعه 11 ونص. والراجل كيقول لي لا راه ما درتيهاش دابا، راه غادي تعطلوا علينا عادي وحنا خصنا نمشيو العطله بلا بلا هادي وهادي. المهم ما درتها شي، مشيت لواحد الحانوت اللي هي حداها في ديك، المهم في ديك المدينه نيت. مشيت المحل المستعمل ودخلت ضربت المدويره، لقيت ماشي هميزات كيما العاده، وكيقول ديما البنات كيقولوا لي كيفاش انت كتلقاي وحنا ما كنلقاوش. ايوا قلت لهم خذوا عيني وشوفوا بها كيما كيقولوا. يعني كل واحد مع المرات كيكونوا معايا صحاباتي كيكونوا هما داخلين معايا تماك، كان هزنا شي حاجه كيقولوا لي ودي الله تزنا عليها وما بانت ليناش زوينه. ملي كنحط انا عندي مثلا ديك الكروسه اللي كنجرو فيها كتبان لهم زوينه. المهم ما عليناش، بغيت هادو هما كلهم خديتهم من تما، ولكن شحال هادي كنت خديت تقريبا راه ديما كيتهرسوا ليا. هادي هي اكبر وحده فيهم، هادي راه ديال ليترو، هادي ديال وقيله 700 غرام الله اعلم. واليوم لقيت هذه تما، وكنت غادي نشريها جديده، كنت غادي نشريها بشي 14 ولا 15 الايرو، لقيت ما لقيتها تما ب 2.50 باقا جديده. هذه كدار فيها القهوه، يعني كتعمل القهوه لتحت كتكب الماء الطايب كتهود عليها بحال هكا، ديك الساعه القهوه كتهبط كتطلع للفوق، وداك سميتو مزيانه كتجي فيها بحال القهوه معصره. وهذه ممكن تحطها حتى فوق النار كطيب فيها القهوه، يعني لا غتعطل ولا شي حاجه ولا هذا، يعني كتحطها فوق سميتو هذا كتبقى كتسخن، يعني ماشي غادي تهرس ولا تقولوا مثلا غادي تهرس ولا شي حاجه. المهم هذا هما، جبت هذا هما، وجبت واحد الكاميله غادي نشاركها معاكم، يعني حتى هذه هي غادي نوريكم كيفاش. يس بحال هيدا نبعث هذا الشيء قدامكم. هاد الكاميله هذه شو كي دايره، وثقيله تبارك الله. هذه نورمال كيقليو فيها ديال القليان، ولكن
انا مانيش نستعملها في القليه، لان باش عرفتها ديال القليه ها هي عندها الشبيكه هذه، ها نتوما ثقيله وكبيره تبارك الله، ربما ديال هوريكا ديال الناس اللي عندهم ريستورات ولا شي حاجه، لانها كبيره بزاف. وهذه هي الشبيكه اللي فيها، ولكن هذه مثلا الشبيكه ربما مثلا شي مكروني ولا هذا ولا مثلا ولا 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 سباخيتي ولا نقدر نديرها فيها، وانا يعني انا غادي ندير الاستعمال اللي باغا نستعملها انايا، ماشي اللي كيديروه هما. هذه خديتها ب 10 اليورو نورمال، كتكون غاليه يعني ماشي 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 رخيصه هذه هي، لان شوف غير الثقل ديالها والسميه ديالها معروفه بلي راه غاليه بزاف. ومن بعد باليت مع واحد الروبوت عملوا له 7 اليورو. داك الروبوت انا ما فهمتش شنو هو، بلاتي انا نوريه لكم انتما. هذا ها هو، انا ما فهمتش شنو هذا، واش كيطحن الحاجه البارده ولا الحاجه السخونه ولا لان ها انتما كي داير. هذه هي اللي كتطحن، ها هي كيفاش فيه، ها هو كي داير من الداخل بحال الترموميكس، يمكن شي حاجه بحال الترموميكس كنظن، ما نعرف. المهم هذا هو، خديته ب 7 اليورو، كيخدم بالضوء، يعني ما عرف شنو هو. البنات اللي كيعرفوا هذا اللي فايتين واخدين هذا الروبوت هذا، يقولوا لنا واش كيدير سميتو الحاجه السخونه ولا كيطحن الحاجه البارده، لان اللي بان ليا الحاجه حتى كطيب فيه هو راه كطيب وهي كتطحن. ربما ديك الحريره اللي كتكون مثلا السوبه اللي كتكون طحونه، ربما البيصاره راه كطيب، انا فكرت غير في البيصاره قلت كطيب وكدير. المهم نحيد هذا الشيء قدامي باش نبان لكم. ايوا هذا ما كان بالنسبه للبنات اللي كتعرف شنو هذا الروبو، انا عمري ما شفتو صراحه، ما نكذبش عليكم كنعرف انا الترموميكس، ولكن هذا ما بان لي شي حاجه بحال هذاك. المهم بقيتو ب 7 اليورو جبتو معايا، ومازال غادي ندخل في العشيه، غادي ندخل الانترنت غندير الاسم وغادي نشوف لايش كيصلح بالضبط. ولكن البنات اللي عندهم تجربه مع هذا الروبوت هذا يقولوا لنا شنو هما شنو بالضبط لايش كيتستعمل، لايش كيديروا به، لان بصراحه بيني وبينكم ما عارفاش، لان قلت خفت ندير فيه شي حاجه بارده بحال العصير ولا هذا، ندير البريز يدوز يطيب ليا تما، لان هذا باين راه كيطيب ماشي يعني بحال شي حاجه بحال الترموميكس. ايوا هذا ما كان، يعني هذا الشيء اللي درت، مشيت من الفاكسينه ما كسبتش، وسبحان الله يعني حتى انا ملي في الصباح كنقول واش تكون مزيانه واش ما تكونش مزيانه، لان داك الحد اللي فات كنت مشيت عند جوج ديال الدار، هي عندها داك ديال اللي كيعبر الطانسيون ديال الضغط، اخديتو هي عطاتو ليا، قالت لي واش كتعرفي تعبري، هاكي عبري، عبرت ليها هي وعبرت راسها، هي كان عندها ما شاء الله مقاد الطانسيون ديالها، وانايا كان عندي 105 على 175، نورمال راه عالي بزاف، وكنت شاربه الدواء وكلشي، وسبحان الله العظيم وكان طالع عندي الطانسيون، يعني بالنسبه 105 على 175 راه هو خصو يكون شي كدا و 70 على 140، يعني ما خصوش يفوتها، يعني خصو يبقى في هاد سميتو بين هاد، ولكن كان عالي بزاف. ومن بعد جيت للدار كنحس براسي هاد الجهه مثلا كل بحال الا ميته ليا، بحال بدات كتجمد. المهم الحمد لله قطعت الملحه وقطعت هذا وقطعت، لان الطانسيون عندي تقريبا دابا راه ملي تولد ناصر الدين من 2004، وفي 2004 يعني ملي كنت حامله به كان عندي الضغط غير 101 على 160، وتهزيت للسبيطار، لان داك النهار ياتو كنمشيت للسبيطار عبروا لي الطانسيون في السبيطار وكنشدوني تما، وتما انا خايفه كنقول دابا الطانسيو طالع ونمشي انا ندير هاد الشوكاني، غادي ندير هاد الفاكسينه هادي، وغادي والله العظيم غادي يبلى الخاطر ديالي، غادي وكنقرا القران وهذا، ومع ذلك سبحان الله يعني ما لقيتهاش، وجا ربي دار ربي هاد الحيله والسباب هذا، يعني المره الجايه ان شاء الله صافي هذا مكان. المهم قلت نشارك معكم هاد الفيديو هذا خفيف ظريف، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وهذا سميتو هذا. المهم البنات اللي شافوا الفيديو يخليوا لي التعليق في هذا الروبوت هذا، بغيت نعرف شنو كيديروا به، اللي واش كيطحنوا فيه السخون ولا البارد ولا هذا، لان المهم انا غادي ندخل بطبيعه الحال الانترنت غادي نشوف كيفاش بالضبط. ولكن البنات اللي مجربين هذا الروبوت هذا، لان هذا روبوت قديم ماشي جديد، الحاجه الجديده نقولوا مثلا ما كايناش عند الناس كاملين، ولكن هذا سميتو هذا اكيد غادي يكون عند شي وحده فيكم البنات الاخوان والاخوات، ماشي مشكله حتى اللي عندهم ريستورات الاخوان يقولوا لك شنو كيديروا به. المهم يشاركونا الراي ديالهم، يخليوه ليا في التعليق، وهذا ما كان. شكرا بزاف، حتى المره الجايه، ودعواتكم مع الحاجه راه مريضه بزاف، البارح ديتها للسبيطار مشات عملات الشوكه ديالها سميتو، كان فيها الحجر فيها الحجر في الكليه، المهم عملوا لها البارح واحد الشوكه، المهم رجعتها للدار خدينا الدواء وهذا، ولكن الليله كلها وهي عيانه،
ان شاء الله. لا اليوم، اليوم صبحت شويه، المهم ان شاء الله تكون مزيان. اليوم صبحت شويه مزيان وكتهضر معايا في التليفون مزيان، خليت معاها ولدي ومشيت هزيت سلمى بنت اختي حتى هي بات تما. المهم ما بقاتش بوحدها، هذا ما كان. دعيو معاها وبالشفاء ان شاء الله يا ربي، وشكرا لكم بزاف. هذا ما كان يعني فيديو خفيف ظريف، ان شاء الله حتى المره الجايه. السلام عليكم.